من السلام النيوز، أيام العلوم واختبارات مهمة للأطفال. من جمهورية مصر العربية، شو قصة الطفل رامز جوزيف يلي عمره 10 سنين؟ العطاء مبدأ مهم بالكتاب المقدس. صناعة الفخار هل بعدها موجودة بالأيام الحالية؟ أكيد كمان خلال نشرتنا شو هي أصفار العهد الجديد؟ أهلا وسهلا فيكم بموسم جديد من السنابل نيوز. أنا غادي وأنا جينيفر، ونحن رح نكون عم نقدم النشرات الجديدة للسنابل نيوز. مثل ما تعودنا، برنامج السنابل نيوز هو برنامج الأخبار يلي بيعرفكن على أخبار الأطفال، بتلاقون على أمور عملية بتفيدكم بحياتكم اليومية، وأكيد رح منجاوب على أسئلتكم يلي أرسلتوها عبر شبكات التواصل الاجتماعي. ما مننسى صوركم ورسوماتكم يلي أرسلتوها لإلنا، وكمان منرحب بالاستديو معنا زميلتنا رومي يلي رح تطلعنا على طرق عملية حتى نقرأ الكتاب المقدس. مرحبا رومي. وكمان زميلتنا جوال خرط يلي رح تعرفنا على آخر سؤال يلي أرسلتوها لنا. مرحبا جوال. جينيفر، شو عنا بالتقرير الأول؟ كنا سمعنا بالعناوين عندي خبر عن أيام العلوم. صحيح غدي، أيام العلوم بيصير في اختبارات علمية ومهمة للأطفال، وبيتعرفوا فيه على كتير من الاختراعات. هاي، معكم ماريلين من سنابل نيوز. اليوم نحن بمعرض العلوم من حرش بيروت. خلينا نبرم أكثر على الستاندات ونتعرف شو في بهالمعرض. كنا احنا بجمعية كلمات نازلين بهيدا المعرض لنعرف التلاميذ المدارس والشباب على علم الروبوتكس والروبوتات شو هن وكيف بيشتغلوا وشو يعني الروبوتكس، وعم نفرجيهم كذا اكزامبلز عن الروبوت، كيف بيقدروا يعملوا انتجريشن لهيدا الروبوت بالمواد اللي عم يدرسوها بالمدرسة، سواء كانت ساينس، مات، تكنولوجي او انجينيرينج. نحن من قبل ثانوية دهور الشوير الرسمية بمنطقة دهور الشوير بجبل لبنان، تقدم لنا من سن فترة سنتين هذا الشيء اسمه راسبيري باي، هو مصغر عن كمبيوتر صغير، نتعلم من أساس منه أساس البرمجة، كل شيء خاصه بالبرمجة والبروغرامينج، كل شيء بيستعمل بالمصانع بالآلات كله موجود. منه قررنا نعمل بروجي لمدرستنا ولنفيد الضيعة كمان، لأنه نحن من المنطقة، أنه نعمل إشارات سير كرمال ننظم هذا. منه قررنا نضوي 3 إشارات ونعمل لهم وقت، كل إشارة بتضوي بوقت معين. حبيتك الستاندات اللي شفتيهم؟ شو أكتر شي حبيته؟ كتير أشياء. كتير أشياء؟ شو أكتر شي علق براسك وحبيتيه؟ مثل الإكسبرمنت اللي طلع اسمي فيها، اللي حطوا ترانسبيرنس اللي حطوا بينتينج. كل شيء حبيته، كل شيء كان حلو، وهلا عم نشوف كمان اشياء، وهلا عم نشوف الشمس، وكل شيء حلو. هو المعرض بشكل عام يعني شيء كثير حلو. هيدي الشنطة نحن اخترعناها، هي شنطة وقتها بتمشي هي بتلحقك وين ما كان، وزدنا لها بهالشنطة جي بي اس تراكر، يعني فيك تشوف انه وين الشنطة بكل العالم. نحن هون في عنا كرسي تتحكم مع كل شيء شغل من الدماغ وراس الانسان. في عنا هالكاسك مع عنده 16 الكترودز بنحطه على الراس وفينا نحكم فيها الكرسي. برمنا على المعرض واكتشفنا كذا عروضات حلوة، فمش غلط انه نحب العلوم ونقوي حالنا ونخترع اشياء جديدة، لانه العلوم ما إلها عمر. كن معكم ماريلين من سنابل نيوز. شو قصة رامز جوزيف يلي عمره 10 سنين؟
جينيفر قصته حلوة كتير. قرر رامز يتعلم على برامج صعبة على الكمبيوتر مثل الأفتر إيفكت، متخصص لشغل البرامج التلفزيونية. تقرير بيعرفنا أكثر. هاي، ازيكم يا أصحابي؟ معكم سوسانة من السنابل يوز مصر. النهاردة هنقابل صاحبنا رامز، وهو متفوق جدا وشاطر في حاجات كتير منها. تعالي نشوف مع بعض. رامز جوزيف عمره 11 سنة، في سنة 5 ابتدائي. مميز وموهوب جدا في برامج المونتاج. بحب أجيب الأفلام، بحب أحاول أني منتجها على الكمبيوتر. وعرفنا منه اسم البرنامج اللي بيشتغل عليه. استخدم برنامج اسمه أدوبي بريمير. اتعلمت البرنامج أدوبي بريمير ده من على الإنترنت، كنت بفضل أتفرج على فيديوهات وأتعلمه وأجربها. وبرامج تانية كتير زي ويندوز موفي ميكر. كمان ابتديت أتعلم الفوتوشوب من على الإنترنت، ابتديت أنزله وأتعلم الستابس بتاعته. رامز كمان منتج مجموعة من الأفلام القصيرة، وهي الفيلم اللي أنا منتجته كان دراما، يعني هو الفيلم دقيقة. الفيلم لما أخدت الفيديو كليبس بتاعته كان بيجيب لي كاميرا بص على واحد والتانية بص على التاني وواحدة بص على الولدين، وأنا باخدهم وأخد حتة من هنا وحتة من هنا وحتة من هنا. أنا لما ركبت كل دورة عملوا لي فيلم دراما. So, how's it up? What's up? Nothing. it's fine. Nothing to report. You all right, John? Yeah, why did you think something happened? You're sweating profusely and your left eye keeps twitching. No, everything went out smoothly and great, of course. What the hell is that? What? Did you see that? الفيلم التاني اللي عملته كان أقل من دقيقة. كانت واحدة بتطلع من العربية وتخش البيت بتاعها. كان أول حاجة عملتها. جبت الماتيريال دي من الانترنت ونزلتها وبعدين حاولت أمنتجها. وعندي كمان حاجة تالتة اللي هي إن أنا عملت أنيميشن صغيرة سنتين. قعدت الأول أرسم صور وبعدين صورتها وحطيتهم كلهم ورا بعض. ياه، شفتوا ازاي رامز في السن الصغير ده قدر يذاكر ويشتغل كل الحاجات دي ومن غير مساعدة أي حد كمان؟ أصحابي، أشجعكم إنك تذاكروا الحاجات اللي أنت بتحبوها، وأوعى تقول أنا لسه صغير. كانت معكم سنة بسناب نيوز مصر، باي. زميلتنا رومي عندها موضوع جديد حبت تشاركنا فيه. شو موضوعنا لليوم رومي؟ موضوعنا حلو ومهم غدي. رح اعرفكن على اسفار العهد الجديد. العهد الجديد وسيرة حياة الرب يسوع، ولادته، تعاليمه، حياته، موته وقيامته. متى، مرقس، لوقا ويوحنا كتبوا لشعوب مختلفة سيرة حياة يسوع، وكلهم كتبوا نفس الموضوع انما بزوايا مختلفة، لانه كل شعب بيفهم بطريقة معينة. نرجع منشوف أعمال الرسل. هي الرسالة يلي كتب فيها جميع الأعمال يلي صارت على أيدي الرسل بعد قيامة الرب يسوع. رسالة رومية نرجع حسب التراتبية منشوف رسائل القديس بولس يلي كتبها. منها رسالة رومية كتبت على أهل رومية، رسالة كورنثوس الأولى والثانية، رسالة غلاطيا، رسالة فيليبي، رسالة كولوسي، تسالونيكي الأولى والثانية، رسالة تيموثاوس الأولى والثانية يلي كتبت لتلميذ بولس وكان اسمه تيموثاوس، رسالة كتبت إلى تلميذ تيتوس، ورسالة كتبت إلى تلميذ فيليمون. كمان ما مننسى رسالة يلي كتبت إلى عبرانيين. منشوف رسائل ما كتب الرسول بولس إنما رسل آخرين. هذا ملخص سريع عن العهد الجديد. رح نحكي بحلقات قادمة أكثر عن كل سفر. عودة لكم غدي وجينيفر. إنه نعطي بدون مقابل هيدا عطاء ومهم، وهيدا يلي علمنا إياه الرب يسوع. أطفال عبروا عن رأيهم بالعطاء، كيف ومين حبوا يعطوا؟ تقرير بيلقي الضوء. العطاء هو مواهب من الله، مثل بنت أو صبي إذا بدهم شيء وما عندي إياه بروح بشتريهم إياه وبعطيه. العطاء هي شغلة كتير حلوة، هي بتكون شغلة بتفرحنا
ومنستعد نعطيها لشخص تاني كرمال هو يكون كمان مبسوط. أن نعطي الآخرين هو مساعدة للآخر بإشي هو ما عنده إياها وأنا عندي إياها كمان. العطاء هو أنه إذا أعطينا شيء للفقير مش بيرجع بيرد لنا إياه. العطاء هو أنه ساعدهم مادياً أو بغير شيء. العطاء هو مساعدة، يعني منساعد مثل ما ساعدنا الله، نحن لازم نساعد بعضنا البعض. هذا هيك طلب منا الله مثل ما هو عمل. العطاء هو إنه منساعد بعض ومنلعب مع بعض. إذا مثلاً جينا شي هدية على حياة العيد وهي كتير بتفرحنا، ورفيق التاني كان بده منا بس ولا يعني ما في يجيب منا، في أنا أهديها ويكون هيدا الشيء بفرحه إله وكمان بفرحنا بس إنه هو منه قادر يجيبه. يسوع علمنا إنه أعطي كل الناس الفقيرين. في كتير حرف كانت تستعمل من أيام زمان، وبلاش يخاف استعمل هيدا الحرف لقلة الحاجة لإله. لكن في حرف رغم عدم الطلب الكثيف لإله إلا بعدها موجودة، ومنها صناعة الفخار. كيف بتتم تصنيع الفخار؟ تقرير بيلقى الضوء. هاي، معكم كارول من السنابل نيوز. بالكتاب المقدس عدة مرات بيذكر عن الخزف. خلونا نتعرف أكثر عن هيدا الصناعة وكيف بيعملوها. شو بيتكون الفخار؟ الفخار بيتكون من تراب، بس تراب خصوصي للفخار، مش حيالله تراب. هذا التراب في مناطق معينة بلبنان موجودة، نحن منجيبها من ناخد زهرة التراب اللي فيها، يعني منشيل كل الشوائب اللي بقلب التراب، من قش، رمل، بحص، رصاصة، هيدا ناخد زهرة التراب، بتصفى من بركة لبركة وبتحضر بغرفة خاصة بس إلى باب ممنوع الهواء. وبعد ما ينشف ويجف بصير مثل المعجون. اوكي، بنشكله نحن، بنحطه على الدولاب الكميه حسب القطعه اللي بدنا نشتغلها، بنحدد وزن القطعه، شيء بيتفاوت عن شيء، وبنشتغل كل موديلات الفخار بنشتغلها من هيدي التربه. نحن بنشتغل شغل يدوي، اي موديل فخار فينا نشتغله شو ما كان بنشتغله، لان نحن ما مش مقيدين بالاله، يعني الاله بتعمل لك سريع. نحن الشغل اليدوي كل يعني نفس كميه المعجونه، مثلا كل شوي بتشيل قطعه موديل شكل. هلا هي حاليا قليل كثير بلبنان، يعني ما في، نحن كم شخص المعدودين على اصابع الايد اللي عم نشتغل بمبادرة ذاتية، يعني ما في حدا بيدعمنا، انه نحن بعدنا لانه بنحب مصلحتنا، وهذه صناعات تقليدية لبنانية، يعني هذا تراث لبناني، بس ماشيين لوحدنا يعني بدون اي دعم. هذا الروبورتاج خلونا نقول ليسوع: أيها الفخار الأعظم، أنا كالخزف بين يديك، عضو صنعني وعاء آخر مثل ما يحسن في عينيك. نحن مثل العجينة، بس نقبل الرب يسوع مخلص شخص لحياتنا، هو بينظفنا وبيعمل مننا أشكال حلوة. كانت معكم كارول من أسنابل نيوز. كثير منكم عم يرسل لنا صور، معظم هيدا الصور تقطوها بعد سيت التليفون وأرسلتوها على شبكات التواصل الاجتماعي، ونحن رح نعرض كل الرسائل يلي وصلتنا على الفيسبوك والإيميل مخصصين للبرنامج
ورح ننتقل مع زميلتنا جوال تتعرفنا على صوركم. مرحبا جوال. هاي جينيفر وغدي. في كتير صور جديدة عم توصلنا على البريد الإلكتروني الظاهر على الشاشة، ومنشكركم مشاهدينا على هالصور الحلوة اللي عم تبعتوها لألنا. أول صورة معنا لليوم من غراسلا، نشكرك على هيدي الصورة الحلوة اللي بعتيها لألنا. ميلاد سعيد لبيشوي ريمون شوقي. ثالث صورة معنا لليوم من جون مايكل ديفيد. ورابع صورة معنا لليوم من جونيور أميرة وتوتا. نشكركم على هيدي الصورة الحلوة اللي بعتوها لألنا. خامس صورة معنا لليوم من جوشوا سليمان رشدي. نشكرك جوشوا على هيدي الصورة الحلوة اللي بعتلنا إياها. وآخر صورة معنا لليوم من جاستن سليمان رشدي. نشكرك جاستن على هيدي الصورة. ما تنسوا ترسلوا صوركم على البريد الإلكتروني الظاهر على الشاشة. هيدا كل شي كان معنا لليوم، وعودة لألكم جينيفر وغدي. ما مننسى تقريركم والصورة يلي أرسلتوها لألنا ويلي صورتوها بكاميراتكم المنزلية أو عبر الهاتف. صوروا أي موهبة عندكم إياها وارسلوها بالإيميل أو عبر اليوتيوب، ونحن منتكفل بعرضها ببرنامجنا. والتقرير يلي وصل لألنا اليوم خلونا نشوفه سوا. أنا اسمي سارة همام، عمري 4 بالفئة، وأنا بحب غني ودق. أمينة نسعى بكير، سكر بي البوابي، أنا هربت من الشباك وجيت العيد العزابي. شباكي بعده مفتوح والبرداي عم بتلوح، شباكي بعده مفتوح والبرداي عم بتلوح، عرفوا بغيابي أهلي يا دلي وين بدي روح، وين بدي روح يا دلي، عرفوا أهلي بغيابي. على نبعنا مي ويا عيني قلت اللي عطشان، سقيني شوية يا صبي من مية لبنان، من إيدي شربت الشفي لما شفتها ما بتكفي، سقيتك من قلبي وعيني. شعبك يا سيدي الأمين، يا كنزنا تمين، لك ملكوك كطالبين، لك نرفعك شعبك. هيك مشاهدينا بتكون خلصت حلقتنا لليوم. أنا وغدي منودعكم على أمل نشوفكم بحلقة جديدة. باي.